الكيمياء والفيزياء ليست مجرد مواد ندرسها في المدرسة، ولكنها قواعد تسير عليها معظم الأشياء من حولنا. سوف نعرض عليكم في هذا الفيديو مجموعة من التجارب التي يمكن تطبيقها في المنزل لحصول الفائدة والمتعة. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. قم بتثبيت شمعة في وعاء به ماء وإشعلها، وهذا ما سيحدث عند تغطيتها. قم بتعبئة قارورة مثبت عليها ورقة بالماء وشاهد ما الذي سيحدث. يمكن تشغيل الشمعة بعد انطفائها عن طريق تعريض الدخان المتصاعد منها إلى النار. بهذه الطريقة يمكنكم صناعة كاشف بي اتش في المنزل عن طريق تقطيع ورق الملفوف الأحمر ونقع كمية منه في الماء الساخن. وبعد 30 دقيقة يتم تصفية الماء وتوضع كمية على ورق النشاف وتترك 30 دقيقة لتجف. هذا الورق يتحول للون الأحمر عند وضعه بحمض الخل، وللون البنفسجي في الماء، وللون الأزرق بصودا الخبز، وللأخضر عند وضعه في سائل منظف. قياس فيتامين سي في الأطعمة يتم عن طريق تغطيس الورق باليود ووضع الفواكه والخضروات عليه بهذا الشكل لمدة 15 دقيقة. يتفاعل فيتامين سي مع اليود ليظهر باللون الأبيض، فتظهر هنا
الفواكه والخضروات المحتوية على فيتامين سي. ارسم على ورقة بعصير ليمون وعرضه للهب الشمع، وستتحول الكتابة فقط إلى اللون البني المحترق. شاركونا آراءكم بالتعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.